السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ بعملية اللينوكس انستليشن المرة الأولى، نتكلم عن شخصيتين كبار بعالم البرمجيات أو البرمجيات الحرة، اللي هم يعني اللي عملوا جنو سلاش لينكس اوبريتنج سيستم. طبعا أول واحد اللي هو لينوس تورفالدز. لينوس تورفالدز هو من فنلندا، وهو اللي قدم الكيرنل. طبعا مجرد ما تكتب لينوس تورفالدز بطلع لك يعني آلاف النتائج، يعني لكن أنا اخترت لكم الجوجل بلاس. تقدر تشوف هون شو الأشياء اللي بحطها، إيش آخر الأشياء اللي هو مهتم فيها، إذا في إعلان أو كذا. لكن هي صفحة شخصية صراحة، أغلبها مش يعني مش أشياء تقنية، لكن هو هاي الشخصية إذا بتحب تضيفه على اللينوكس على جوجل بلاس. هو بحب جوجل بلاس، بستخدمه من زمان. لينوس تورفالدز هاي إذا بتحب تعرف عن حياته، يعني عن حياته، يعني عن تاريخه مش عن حياته، وبحكي عن حياته مثلا إنه متجوز وعنده أولاد وإلى آخره. تحب تلقي نظرة عليه. ريتشارد ستولمان. ريتشارد ستولمان يعني بدك تحكي عنه، هو مش بس مجرد يعني مبرمج زي لينوس تورفالدز او اشي مثل هيك. ريتشارد ستولمان هو بروفيسور يعني عنده فلسفة وله آراءه السياسية وله آراءه الاقتصادية. طبعا ريتشارد ستولمان يعني بيأثر بالعالم كلياته، يعني بقراراته بالمؤسسات اللي ببنيها. طبعا يعني أفكاره صراحة عميقة جدا. كمان يعني هو بهمه انه هذا النظام اللي انت شايفه، هذا نظام اللينوكس جنو سلاش لينكس، ان يكون متوفر لكل العالم. كل العالم يكون قاد، يعني ما يعني مش هو الان هو اوبن وفري سوفت وير، يعني انت بتملك النظام. تخيل انك انت هسه لو انك ما عمركش استخدمت اللينوكس ولا حتى ثانية من عمرك، انت بتملك النظام بعكس الانظمة التشغيل الاخرى. يعني بتملكه، يعني ما حدش بيقدر يمنعك انك تستخدمه نهائيا لأي سبب بأي طريقة الى اخره. كمان هاي ويكي كوت. كمان ريتشارد ستولمان، يعني مجرد ما تكتب ريتشارد ستولمان بطلع لك مؤلفاته، بطلع لك آلاف النتائج عن ريتشارد ستولمان. طبعا جزء هذا الموفي ريفوليوشن او اس حلو كثير، ولازم تشوفه عشان تعرف كيف ريفوليوشن فعلا انه حاربوا علشان هذا النظام يكون للناس. طبعا في عندك يعني اقوى مؤلفاته او اقوى كتابات ريتشارد ستولمان، جنو سي كومبايلر. جنو سي كومبايلر هو فعليا اللي عمل الثورة بالعالم كلياتها، لانه يعني قديما انه لازم يكون تروح تشتري كومبايلر، حتى اذا في عندك يعني برنامج وبدك تشغله على جهازك بتقدرش تشغله لانه ما في عندك كومبايلر. الكومبايلر بيحول لك اياه من لغتك سي، سي بلس بلس، جافا، بايثون، اي اشي، لغة الآلة اللي هي احنا بنعرف باينري، يعني دوت اي اكس اي دوت كذا. يعني عشان تحول برنامج لازم يكون في اشي كومبايلر بيفسر هذا الاشي للآلة شو الكتابة اللي انت كتبتها. طبعا كمان الايماكس، يعني الايماكس الايماكس فعليا هو مش اديتور زي ما الناس بتتخيل. هو صراحة بدأ اديتور، يعني بدأ محرر نصوص، لكن الايماكس هو عبارة عن تقريبا نظام تشغيل كامل. يعني انت فعليا لو بدك تقدر من الايماكس تعمل كل شيء انت بدك اياه. كل شيء، بدك تبعث ايميلات، بدك
تعمل تشاتينج، تعمل يعني ضافوا عليه اضافات بلاجينز بسموها، اضافات هاي خلته كل شيء. كمان في البايثون وجنوميك، او اذا بتعرف انه في يعني في للسي، اذا انت عمرك برمجت بالسي راح تعرف شو اللي انا بتكلم عنه. لكن خلينا ننطلق الان ونغلق هذول ونروح على على اللي هو نظام التشغيل تبعنا ونعمل له ستارت. طبعا انتم شايفين هون في عندك اوتوماتيك بوت، ستارت لينوكس مينت، ستارت كومباتيبلتي مود، انتجريتي تشيك عشان يشيك اذا في عندك هاي. انت اللي بدك اياه ستارت لينوكس مينت. احنا اللي بدنا نعمله مش بس عمليه ستارتنج، احنا فعليا بدنا يعني ان نعمل انستول للسيستم بشكل كامل. يعني فلنفرض ان رحنا على موقع لينوكس مينت وعملنا داونلود للينوكس. طبعا انا راح امشي بالخطوات وبس يبدا عمليه الكوبيينج يعني ينسخ البيانات راح اوقف التسجيل بعدين يعني نكمل، لانه راح ياخذ فتره جيده يعني ما بعرف صراحه كم، لكن اكيد راح ياخذ 12 دقائق الى ربع ساعه. اكزت للفول سكرين لانه يعني طول عشان تشوف انت الاجراءات. طبعا لينوكس مينت شفتوا هو رقم واحد لينوكس ديستريبيوشن عذرا لينوكس ديستريبيوشن حول العالم. طبعا انت بتعرف انه لينوكس نظام رهيب. طبعا بتقدر تستخدمه يعني مش زي الويندوز او الانظمة الثانية، لينوكس كله بتقدر تستخدمه بدون ما تعمله انستول، بتعرف على كل اشي يعني فقط اذا بدك تعمل انستول. لكن فرضا انا ما بدي اعمل انستول، بدي اتفرج عليه هيك بشكل عام، فانا عادي بقدر اتصفح شغل فايرفوكس، بقدر اشغل كل شيء، كل شيء بمعنى الكلمه، يعني بقدر انسخ سيديات، انسخ ديفيات، اتصل بالانترنت، اعمل انستول لبرامج، احذف برامج الى اخره. كل شيء انا بدي اياه عادي بشغله وما راح يتواجه، ما راح اواجه مشاكل. يعني اي لينوكس مينت روزا، طبعا هاي البلوج تبعتهم، يعني هون بحطوا اذا في معلومات في كذا بضيفوها على البلوج تبعتهم. فايل براوزر هو علشان يعني تتصفح وتشوف الملفات تبعتك. بالنسبه للينوكس، اللينوكس بيعطيك الامكانيه انك تعمل تقريبا يعني شايف ما في ماي كمبيوتر. راح نشرح الموضوع، لكن هاي كل يعني هون ملفاتك كليات، هاي هون الفايل سيستم، هذا هو النظام تبعك هون. يعني هاي بتقدر تحكي انه هذا الويندوز والويندوز 32 والامور هاي، لكن هاي الهوم، الهوم اللي فيه ملفاتك، يعني زي كأنه الحساب تبعك على النظام. خلينا نعمل انستول. قبل ما نعمل انستول نقدر خلينا نتكلم عن شغلة اللي هي البارتيشن، خلينا لانه يعني تقسيم القرص الصلب تبعك.
فقبل ما انت تعمل اي شيء، تقسيم القرص الصلب هو امر كثير يعني مهم. اتوقع بالادمنستريشن جي بارتد، جي بارتد برنامج موجود على الكنترول سنتر. انتو شايفين هنا عنده 20 جيجا. في البداية انا اللي بدي احكي لكم اياه انه بغض النظر ايش اللي بدك اياه، ايش بدك تعمله، اكيد اول مرة راح تنزل فيها اللينوكس راح تخرب ممكن شيء معين، لانه مش زي الويندوز بتقدر تعمل كل شيء فيه، بتقدر تحذف اي شيء، فاكيد راح تحذف شيء بطريقة مش مناسبة وتخسر يعني النظام تبعك. لكن علشان ما تخسر ملفات اللي راح نعمله هو التالي: new type no partition. اوكي، فهي اول شيء بدنا نعمله. بعدين نعمل new، بدنا نقسم الهارد ديسك قسمين. هذا القسم الاول، خلينا نسميه هذا سيستم، هو extended for primary partition، extended for system، وهي معلوماته. بعدين نعمل apply، نعمل close. بعدين تدخل على البارتيشن الاخر نعمله extended، نعمل add apply. بيبقى عنا اخر خطوة. انا ليش بعمل هيك؟ علشان ما تخسر بياناتك في حال يعني انت في حال يعني انت حبيت تعمل انستول للينوكس مرة اخرى. طيب في نهاية، في اخر فيديو راح نعمله راح نعمل انستول من اول وجديد للنظام، لكن حاليا راح نيجي هون. طبعا كيف بدك تحدد الامر؟ عن طريق انك بس ابقي هون عندك 1 جيجا فقط من القرص تبعك، يعني هاي يعني بهالحدود، هاي تقريبا 1024، او انت بتقدر تكتب 1024 وسمي هذا الهوم يعني منزلك، يعني بياناتك راح تنزل عليه. نعمل اد. ما بعرف ليش طلع 41 ميجا بايت، لكن ريسايز موف تمام. ابلاي، نعمل كلوز مره ثانيه. والان طبعا هاي راح ينزل عليه النظام، وهذا راح يكون ملفاتك الشخصيه. بيبقى عندك المساحه هاي، بتعمل نيو، راح نتكلم عنها ايش هاي المساحه، لكن حاليا هاي عباره عن سواب. السواب هي عبارة عن ذاكرة تخزينية زي الرام، لكن موجودة على الهارد ديسك تبعك. مهمة جدا، النظام بدونها راح يكون بطيء. هاي التقسيمة المثالية ل يعني للمستخدمين، بتوقع بشكل عام بيانات النظام، بياناتك، ذاكرة النظام الإضافية. يعني إذا كان عندك جيجا فمعناته صار عندك 2 جيجا، لأنه جيجا سواب وجيجا اللي هي الرامات تبعتك. في النهاية نعمل اغلاق لهذا البرنامج، وبنعمل اغلاق يعني للملفات اللي احنا فاتحينها، وبنعمل تشغيل للانستول لينوكس مينت. طبعا ليش يعني ليش انا اخترت لينوكس مينت؟ ولانه ما عمريش نزلته، هاي اول مرة بدي اقوم بتثبيت لينوكس مينت، ويعني كنت اعمل مثلا فيديو عن يعني كنت اعمل تعليم عن طريق يعني انك عن الاوبنتو او السنت او اس او الديبيان او كذا، لكن يعني ما راح يعني انتم بدكم تستمتعوا بالموضوع
وانا كمان يعني لازم يعني يكون في اشي جديد الي علشان ما امل، فاخترت اشي جديد على الاخر اللي هو لينوكس مينت عشان نتكلم عنه. هو مو نفس الشي سواء لينوكس مينت او طبعا هاي شايفين بحكوا لك شو الشروط. يكون عندك انترنت كونكشن تمام، يكون عندنا 8.8 جيجا بايت افيلابل. إريز هاي بتقدر تستخدمها عادي ما في مشكلة. إذا بتحب كمان تعمل إنكريبشن يعني تشفر الهارد ديسك تبعك، بتقدر كمان تستخدم LVM Logical Volume Management. بس لمحة سريعة عن Logical Volume Management، هو إنه لو كان عندي أنا هارد ديسك مثلا خلينا نحكي 80 جيجا، وبعدين انا مثلا صار عندي نقص او صار يعني كثير في عندي بيانات على الجهاز، بقدر اضيف كمان 20 جيجا، وعن طريق اللوجيكال فوليوم مانجمنت بعتبرهم هارد ديسك واحد 80 جيجا، وال80 جيجا الجداد تبعتك الهارد ديسك الجديد اذا ظل في اصلا هارد ديسكات حاليا 80 جيجا، لكن بعتبرهم 120 جيجا، وما يعني انت خلص بحكي لك اوكي صار عندك 120 جيجا انتهى الموضوع. something else طبعا الخيار الاول مباشره بس تكبس عليه وتكبس next، ما راح يسالك عن اي شيء، هو راح يقوم بكل هاي العمليات اللي احنا قاعدين نجريها يعني اشياء متقدمه. نعمل change نحكي له انه هذا عباره عن extended type 4 format وهذا هو عباره عن الروت. راح نتكلم عنهم كلياتهم الروت الهوم. شايفين في خيارات كم؟ في العديد من الخيارات يعني علشان التثبيت. كونتينيو هنا ذكر انه الهوم تبعك هو عبارة عن extended type 4 يعني هاي زي ال NTFS او ال شو اسمه الفات او الفات 32. بدك تعمل فورمات ما في داعي صراحة، لكن اذا حابين هاي بنعمل فورمات، لكن ذكر اذا بتعمل فورمات لهذا راح يخسر الاسم تبعه اللي هو هوم، وفي النهاية طبعا السواب ما راح يسألك عنه. ليش؟ لانه بقول لك بحكي لك انه هو سواب يعني بس ايش بدك تعمل فيه، ما راح نعمل فيه اي شيء. نعمل install now continue بحكي لك انه هذول الاثنين راح يصير عليهم عملية format، واحنا بنعرف انه راح يصير عليهم عملية format يعني احنا محددين ومتأكدين من خياراتنا عشان ما نعمل format. هل هو الموقع تبعنا هو عمان؟ نعم عمان. English US صحيح، يعني نوع الكيبورد تبعك هو عبارة عن يعني Linux OS عذراً English OS. طيب your name ايش ممكن نسمي النظام تبعنا؟ طيب خلينا نسمي One Hour Networking computer name one hour networking virtual box. choose password ايش الباسورد تبعك؟ الباسورد تبعنا طيب هذا الباسورد تبعنا fair password. طب بلاش باسورد سهل. هو عشان تختار باسورد ممتاز ارقام حروف رموز الحروف كابيتال لتر وسمول لتر. يعني لو حكيت له انا مثلا 1 2 اي بي كابيتال، بعدين حكيت له مثلا رمزين مثلا هيك رموز
بعدين حكيت له سي دي، فبحكي لي سترونج باسورد، فنرجع واحد اثنين بعدين بدنا اي بي بعدين رمزين بعدين سي دي. بحكي لي انه يعني طبعا بتقدر تعمل انكريبشن للهوم فولدر تبعك اذا حبيت. نعمل كونتينيو. وهيك بدا يعني صار لها فتره باديه عمليه الانستول تبعتنا. فبهاي الحاله بنشوفكم بس ينهي عمليه الانستول. شكرا لاستماعكم. السلام عليكم ورحمه الله.